كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. حب الدنيا شقاء. نعم. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. نعم، هو في هم وفي تعب وفي حسرة دائما وابدا، هذا محب الدنيا. نعم. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. نعم، هذا في الحديث الصحيح. لو أعطي ابن آدم، ويقال إنه آية من القرآن منسوخة، لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، لأن البحر مالح لا يرفع العطش، كلما ازداد شرب زاد عطشه. كذلك الدنيا مثل البحر، إذا شربت منها تزداد عطشا. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن، ليس ضعن يعني رحيل. نعم. ليست بدار إقامة. نعم. إنما أنزل إليها آدم عقوبة. إنما أنزل آدم عليه السلام إلى الدنيا عقوبة له على أكله من الشجرة، على أكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض عقوبة له. نعم. إنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، يعني موته. نعم. فكن فيها كالمداوي جراحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. نعم. فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. نعم، هي تتزين للعشاق يريدونها، فمن تزوجها قتلته، من تزوجها قتلته، هذا شأنها. نعم. وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن
أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا يعني لا يغرك السرور بها، بل احذر، أنت مسرور بها ومع السرور احذر، احذر منها. نعم. فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون منها فما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. نعم، الله جل وعلا ضرب لها الأمثال. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، والله حذر منها، لا تغرك الدنيا. وقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في الآية الأخرى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تتزين بالأمس وتزهو بالأمس، صارت حصيد يابسة بدل ما هي مزهرة وجميلة أصبحت هشيما تذروه الرياح. نعم، حصيدة. فهذا الله ضرب لها الأمثال وحذر منها. نعم. فلو كان ربها ثم قال بعد هذا والله يدعو إلى دار السلام، يعني الجنة، الله يدعو إلى دار السلام. نعم. فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. لو كانت الدنيا، هذا في الحديث، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء، هي رخيصة عند الله. نعم. فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى مفاتيح الأرض، وأن يكون ملكا نبيا مثل داود وسليمان عليهما السلام، ملكا ونبيا، فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك وعاش عيشة الفقراء، تأتيه الأموال وينفقها في سبيل الله ويعيش عيشة الفقراء، حتى إنه يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، ويجوع يوما ويشبع يوما. نعم. فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا. نعم. وبسطها لأعدائه اغترارا. نعم. فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه. نعم. مع أنه أكرم الخلق على الله،
كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الحسن أيضا إن انتهت رسالته إلى عمر. نعم، عمر بن عبد العزيز. أقول انتهت رسالته إلى عمر. نعم نعم نعم، كلام جيد، رسالة عظيمة. نعم.